قال وحسمت، ما معنى حسمت؟ نعم أحسنت، يعني أن تغمس في زيت مغلي، والحكمة في ذلك يقولون لتنسد أفواه العروق حتى لا يستمر النزيف، فهذا الأمر ليس عقوبة وإنما من أجل ألا يؤدي القطع إلى هلاك السارق. ولهذا نقول إنه لو وجد طريقة طبية مناسبة الآن غير هذه الطريقة فيتعين حينئذ الأخذ بها، لأن ليس المقصود منه كما ذكرت هو العقوبة، وإنما المقصود به حفظ حياة السارق، فإذا أمكن بطريقة طبية مناسبة فيتعين حينئذ ويجوز أن يلجأ إلى هذه الطريقة غير الحسم، لكن سابقا ما كان عندهم طريقة معروفة إلا مثل هذه الطريقة.